بجد تحيه ليك كابتن سيف ولضيوفك الكرام كابتن اكرامي كابتن اشرف قاسم. بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي ما بين المصري وادي دجله معنا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني وادي دجله. في البدايه يعني بنرحب بيه وبنقول له يعني عايز اقول له مبروك على النقطه شكل الاداء والتكتيك اللي انت كان بيلعب النهارده على التعادل. First of all, welcome coach, and then he said that he felt that tactically you played for the point, so he wanted to congratulate you for the point. Yeah, we at the moment we do our best. We know that we have a very good team to play against. It started with Makassar a few days ago. بنحاول نعمل اقصى حاجه. لعبنا من الاسبوع اللي فات المقصه, بنلعب فرقه كويسه النهارده, فرقه المصري, احنا عارفين نلعب فرقه كويسه. And that's true that we decided today to be really strong defensively to come and take one point away. واحنا النهارده كنا, انت معاك حق, كنا بنحاول نبقى قوي دفاعيا علشان على الاقل نرجع ناخد ال one point او النقطه النهارده. I felt during the week that we were a little bit tired. That's why we decided to play more defensively today. أنا حسيت خلال الأسبوع في التمرينات إن اللعيبة كانت تعبانة شوية, كانوا مرهقين شوية, فقرر النهاردة إن هو يقف دفاعي ويلعب دفاعي أكتر. عايز أسأل مستر باتريس, يعني النهاردة أنت لو كنت كسبت كنت ممكن تطلع المركز الثالث بفرق نقطة واحدة عن نادي الزمالك اللي هو في المركز الثاني, فليه ما حصلش أي حاجة في التكتيك الكلام إن أنت تلعب على النقطة ده المكسب وأديك المركز الثاني أحسن كتير ويكون في السادس؟ If you could win today, you should go one point before Zamalek, you will be third, and one point from the second rank. Why didn't you play for the win to try to grab better than the sixth? Because you know football is the lesson of humility. We are doing really well for many weeks now, but a draw against Masfri away is a fantastic result and a very good point for us. So sometimes we feel that it's the good day to play to win, and sometimes we feel that we have to preserve the point. اساس الكره التواضع, فاحنا ساعات بنلعب ضد المصري النهارده بتلعب بره ارضك, ساعات بتبقى النقطه دي كويسه, ساعات احنا بيبقى عندنا الاحساس ان النهارده احنا جايين نلعب على المكسب, النهارده جاي تلعب على التعادل على حسب الظروف, وانت بتلعب فرقه كويسه زي فرقه المصري, فكان يعني هو ده كان القرار النهارده. خلاص كلام كده ولا اساله؟ خلاص كلام كده ولا اساله؟ سوري, انذر كويشن؟ No, it's okay for me, thank you. انا اساله بقى, انا بشكره على التواضع اللي هو فيه وعلى الجمال اللي هو فيه, حتى هدوءه على الدكه وهدوء في الملعب وتكتيكه كمان في الملعب, عامل فرقه كويسه جدا وواضح فكره, وهو تقريبا افضل مدرب في الدوري المصري حتى الان. He likes your way, your style, you're very calm, tactic wise it's shown on the field, and he likes what you're doing with the team, very good coach with the team and one of the good coach, best coaches in the league. Thank you, but you know I'm really happy to be in a young club that is progressing step by step with a fantastic president. That's why I'm happy to be here, and this Egyptian league is absolutely fantastic. It is the best championship in Africa, we all know about it, and I can't wait to see all those beautiful stadium full. هو بيشكرك الاول, تاني حاجه هو بيشكر, هو مبسوط ان هو في نادي شاب زي نادي وادي دجله, نادي لسه بيعمل التاريخ بتاعه مع رئيس نادي ممتاز بالنسبه له, زائد ان هو مبسوط ان هو في الدوري المصري اللي هو بيعتبره اقوى دوري في افريقيا, وهو كل اللي ناقصه ان هو يشوف الاستادات دي يزورها وهي مليانه بالجمهور. بشكرك, شكرا شكرا, شكرا.